السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا الى رئيس جلسه المحترم وجماعه الكتب الافاضل سادتي وسادتي الكرام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هيا هيا الى المدرسه فيها المعلم والاصدقاء، هيا هيا الى المدرسه فيها الملعب والمكتبه والفصول. ايها المستمعون الكرام، اقوم امامكم هنا لألقي اليكم كلاما عربيا تحت الموضوع حول المدرسه. قبل ان اقول كلامي مأساً، استاذنكم ان اشرح موضوع طاولتي. ايها المستمعون الكرام، حول بمعنى نقله من مكاني الى اخره. ثم المدرسة هي مبنيتي حول مكاني التي تربي الاولاد في العلوم. في المدرسة توجد الأماكن كثيرة، منها الفصول والملعب مصلى والمطعمون والخدارة وغيرها. يا أصدقائي، أين أنتم؟ نحن أهلا الآن في المكتبة. ممنوع كلام، ممنوع أكل. أيها المستمعون الكرام، المكتبة هي المحل الذي تحوى كتب للقراءة والبحث وخيرها. أتحب القراءة يا أصحابي؟ ولماذا تحب القراءة؟ نعم، نحب كثيرا، فيها فوائد كثيرة، منها زيادة علم الدنيا والآخرة والمشدي إلى صراط المستقيم. فعلينا أن نكثر قراءة والودمة عليها، خصوصا في المكتبة، لأننا نستطيع أن نستخدم أي كتاب نشأ وتروى فكرة. كما قال في أمس، القراءة مفتاح العلوم. بسرعة، هيا إلى الفاس. الفاس فهو مهير للتعلم ودراسة في المدرسة، ويتكون من إعداد كثيرة، اعتبارا من السنة في الأولى إلى سنة سادسة، مثل يدعو يوسف في سنة ربيعة مستاري، وأخوه في السنة سنة بجا. ولكن مدما أصبي قرون قادية ودي درستيه كثيرا في البيت، قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة مجدوة آية 11، يرفع فولا لكل الذين أمانوا منكم والذين أوتوا لما درجة. المدرسة هي الثانية في حياة فيتونا، فلما ذلك حياة نحافظ على تعزيف المدرسة معها حتى تصير جميلة دائمة، كي نتعلم في آمن وسعادة. لولا نحضر المدرسة محسن محس
سينا بركة القلوب. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.